صبر الجبل والإنسان، شموخ يعلوه الشموخ. في هذه الأجواء الشتوية القاسية يواصل رجال الجيش والمقاومة على هذا الجبل مهمة الدفاع عن هذه الجبهة العتيدة في وجه فلول ميليشيا الحوثي الانقلابية. العروس هو ذروة جبل صبر وسنامه، وثاني أعلى قمة في شبه الجزيرة العربية. الإطلالة من هذه القمة تتيح التعرف على أجزاء واسعة من مناطق تعز الحيوية التي يشهد بعضها مواجهات مع الميليشيا حتى اليوم. فعلى سفح هذه القمة من الناحية الجنوبية توجد جبهة الشقب المشتعلة، وفيها يخوض أبناؤها بإمكانيتهم المحدودة معركة ضروس مع فلول الميليشيا الانقلابية. وعلى امتداد الأفق باتجاه الجنوب تنتصب جبال سامع والصلو، ويمكن مشاهدة دمنة خدير والراهدة والحوبان. وعلى السفح الجنوبي الشرقي تظهر منطقة عبدان التي لا تزال حتى اللحظة جبهة مفتوحة يشارك فيها المقاومون في هذا الجبل بصورة يومية تقريبا. هذا هو ما تبقى من موقع الدفاع الجوي التابع للجيش السابق، وهنا خاضت مقاومة صبر معاركها مع الوحدة العسكرية المرابطة في هذا الموقع بعد أن أعلنت انحيازها للميليشيا الانقلابية. وهنا دارت معارك كر وفر إلى أن استقر الحال للمقاومة بالنصر والتحرير. للانتصار في هذه الجبهة مفاتيح مهمة، أحدها التضحيات الغالية التي قدمها هؤلاء المقاومون. أبرز هؤلاء القائد عبد الله محمد يحيى عقلان، التربوي الذي اضطرته ظروف الحرب لأن يغادر الفصل الدراسي في مدرسة عقبة بن نافع ليتولى قيادة هذه الجبهة. قدم هذا المقاوم عائلة بكاملها في معركة الدفاع عن الأرض والعرض. استشهد نجله الملازم سمير عبد الله محمد في أكتوبر الماضي، وقبله نجلى شقيقتيه فيما أصيب شقيقه خلال إحدى المعارك في رجله ليصبح معاق حرب. في هذا المكان كما ترونه مكان مرتفع، البرودة فيه شديدة وينقصنا أشياء على الأفراد. المكان يتجمع فيه عدد كبير من أفراد الجيش التي كانوا مقاومة وانخرطوا في الجيش بسبب مقاومتهم للطغيان والكهنوت. المكان بارد، بحاجة إلى بدلات، إلى دفاع، إلى غذاء، إلى أشياء كثيرة نفتقدها ولم نحصل على شيء في ظل الأوضاع القائمة. لا يطلب المقاومون في جبل العروس سوى الحد الأدنى من الدعم الذي يسند معركتهم ويقوي موقفهم العسكري في المواجهة المستمرة مع فلول الميليشيا حتى هذه اللحظة.